تم إعادة إسكان 11 عائلة كانت قد تعرضت للفيضانات على فترات كثيرة آخرها خلال 48 ساعة الماضية. الحمد لله اليوم وبفضل تعليمات الرئيس التي نطبقها في الميدان جسدت هذه التعليمات وتم إعادة إسكان هذه العائلات. بالنسبة لنا بالحي العتيق والذي كان يمثل نقطة وبؤرة للفيضانات، كذلك هناك عدة عائلات أخرى تم إحصاء أكثر من 219 عائلة على مستوى جل بلدية الولاية التي تعرضت للفيضانات مثل قصر صبيحي، بير الشهداء، ولاد زواي، سوق نعمان، فكيرينا، الضلعة، وكذلك عدة بلدية أخرى.